السلام عليكم. حابين نعطيكم التفسير الصحي الجانب العلمي للقصة هذه تاع الجلفة تاع السيد اللي قواه متخبي لسنوات عن جارح. المشكل كاع راهو متأكدين والقصة كما يقولك حقيقية، بلي ملي كان عندها 16 عام وخاطفه جارح، وجو كخوا حسب ما فهمنا بلا عليه لمدة 28 عام ولا 26 عام. حنايا باغي نعطوكم الجانب الصحي العلمي. جسم الانسان كي يقعد مبلع معناه ماشي تعرض لاشعه الشمس، بس على حسب القصه ما فهمنا بلي جاره كان مبلع عليه في الاسطبل ولا في الكراج المرآب وداير لها كتبل الى اخره. مهم اكيد ما كانش يشوف ما با الطاقه باش الجوارين ما يفيقوش بلي راه داخل. اوكي، المشكل حنايا ناس عاديين نخرجوا كل يوم وكاع عندنا مشكل تاع عدم التعرض لاشعه الشمس بما يكفي. صحيا علميا عدم التعرض لاشعه الشمس يسبب لك نقص فيتامين دي. كاع كيراكم نتوما كنتو تشوفوا فيا التالي فيكم كون واحد ان بيلا جينيرال غيلقى هلا فيتامين دي ناقصه، لاننا ما راش نتعرضوا لاشعه الشمس بما يكفي. تخيلوا هذا السيد ياكم تقولوا تاع الجلفه وهو قاعد 26 عام 28 عام بلع ما شافش الشمس، وكي لقيتوه حطيتوا لنا هذه التصويره. عدم التعرض لاشعه الشمس لسنوات يحكمك مرض الكساح، تقلص الاعضاء، سنيه يطيحوا، يولي يحس بالالم، الكتف تاعه ما يقعدش في بلاصته، مرض الكساح الكتف ويعواج الضلوعه يعواجو، ما كاينش لا فيتامين دي. لا فيتامين دي مادامها تنقص مادامها دير لك الاكتئاب، مادامها تنقص مادامها دير لك هشاشه العظام، مادامها تنقص مادامها تفجعك تحس بألم رهيب. تخيلوا راكم تقولوا بلي هذا السيد لسنوات راه مبلع 26 عام ولا 28 عام معناه ما شافش الشمس ولقيتوه في هذه الحاله، الا اذا كان يخرجه بطريقه تاع تخبيه، هذا موضوع اخر. لكن لهذو السنوات كان يخرجه يخبيه في الطوموبيل ويخرجه تخبية ويديه بلايس تاع الشمس، هنا الله أعلم. بصح إنسان، أي نعطيكم التفسير العلمي، إنسان يقعد بدون شمس لمدة 26-28 عام نلقاوه عواج من كل العضلات، سنيه يطيحو، الألم يكتله، مرض الكساح بالسير، الإكتئاب ما نهضروش عليه. السؤال المطروح، كيفاش هذا الإنسان قعد لمدة سنوات وسنوات بدون التعرض إلى أشعة الشمس؟ لأن الماكلة يقدر يعطيه، الماء يقدر يعطيه، بصح باش يعرضه للشمس لازم يخرجه. وراكم تقولوا بلي جارهم معناه يخرجه غير خطرة الجوارين يشوفوه، كيفاش بقى 26-28 عام بلع بلا ما يشوف أشعة الشمس وقدامنا هذه هي التصويرة اللي لقيتوه في هذه الحالة؟ هذا هو السؤال المطروح.